يرجى مشاهدة جميع فيديوهات النكت في القناة، وذلك من أجل التخلص من مشاكل الحياة ووجع الرأس والدوخة وألام البطن. شاهد فيديو صباحا قبل الفطور وفيديو مساء بعد العشاء، وسوف تصبح حياتك كلها سعادة وشكرا. تلميذ رسل لمعلمته بوسي بالهواء، عصبت المعلمة وقالت له بكرة بتجيب معك أهلك، قال لها بس أنا لسه ماني مستعد للزواج. فيلم أكشن مدته 120 دقيقة، 119 دقيقة أكشن وواحد دقيقة رومانسية. تعرف أهلك بأي دقيقة رح يفوت عليك؟ أيوه بالضبط. قمة الأحراج لما تقرب من واحد بتسلم عليه ويقول لك لا لا أنا مرشح، عادي خليني موت بس لا تفشلني يا أخي. ليش ما بتدرس؟ لأني متضايق. طب ليش متضايق؟ لأني ما بدرس. أكبر مشكلة لما أحد يقول لك شيء بصوت واطي وتضحك على أساس إنك فاهم وبالأخير بيطلع سؤال. لما توقع على الأرض وما حد يشوفك صدقني كمية الفرحة أكبر من كمية الألم. بالأفلام بيطلقون عليه بالرصاص وبيقوم بيمشي وبيهرب، وأنا إذا بضرب أصبع رجلي بطرف الباب ببقى ساعتين عم أصرخ. هو ينتظر الشتاء ليمسك يدها، وهي تنتظر الشتاء لتختبئ في أحضانه، وأنا أنتظر الشتاء عشان يطلع الدخان من فمي. واحد راكب على حمار شاف بنت حلوة كتير وحب يخفف دمه ويلطشها، قال لها أنا أول مرة بشوف قمر ماشي على الأرض. ردت البنت وأنا أول مرة بشوف حمار طابقين، عم بيقولوا الحمار قلب على ظهره من كتر الضحك. تعرفي تسبحي؟ لا، يعني الكلب أحسن منك. طيب أنت بتعرف تسبح؟ إيه طبعا، يعني مثلك مثل الكلب. محشش طلع بالباص، الشوفير قال له ادفع، رد المحشش ما معي مصاري. الشوفير ضربه كف وقال له مسامح هالمرة. قال له المحشش في مجال تضربني كف تاني؟ الشوفير ضربه كف تاني وما قصر معه، لف المحشش وجهه ونادى فادي لا تدفع دفعت عنك.